الشخص الذي كلم الله سبحانه وتعالى قصة سيدنا موسى عليه السلام، أن نبي الله موسى هو المخلوق الوحيد الذي كلم الله بدون وسيط، أي بدون وحي، بدون ملك، كلم الله مباشرة. سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اذكروا الله وصلوا على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ولا تنسوا اللايك والاشتراك والتعليقات لأنه يساعدني في نشر قناتي، الأجر لي ولكم، فدالوا على خير كفاعله. الآن ندخل في المهم. أخواني وأخواتي الأعزاء، نبي الله موسى عليه السلام انولد في أكثر الحقب الزمنية التي وجد فيها جبروت وطغيان ومشاكل وقتل، ظلم وافتراء، أقصد زمن فرعون. أعتقد جميعكم سمعتم عن ظلمه وجبروته. والله القصة يا جماعة الخير توجع القلب. الله كم ديننا الإسلامي عظيم. وموضوع حديثنا اليوم هو كليم الله موسى. صدق الله العظيم. عندما أصبح سيدنا يوسف عليه السلام حاكما بمصر، أتى بأبيه وإخوته 11 من أرض فلسطين، جاء بهم جميعا إلى مصر، وعاش بني إسرائيل وهم بني يعقوب عليه السلام في مصر دهور كثيرة وتكاثر، وكانوا أعزة في مصر لأن يوسف عليه السلام كان حاكما فيها. وبعد مدة بدأت الحروب والعداوات تنشب بين بني إسرائيل وبين الأقباط في مصر. فلما قامت الحروب والعداوات غلب الفراعنة بني إسرائيل وكانوا يستعبدونهم ويقتلونهم، حتى جاء فرعون شديد البطش والظلم فتجبر وطغى وزعم أنه الإله وادعى الربوبية من دون الله عز وجل، كما أخبر الله تعالى في القرآن الكريم: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. صدق الله العظيم. وكان فرعون يستضعف بني إسرائيل فجعل منهم العبيد والخدم. قال الله تعالى: هذه الطائفة هم بني إسرائيل الذين هم من سلالة نبي الله يعقوب عليه السلام، وكانوا أنذاك من خيار أهل الأرض، وقد سلط عليهم هذا الملك الظالم يستعبدهم ويستخدمهم في أرض الصنائع والحرف. ومع كل هذا كان يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم، فقد كان فرعون من المفسدين. وفي ليلة من ليالي رأى فرعون رؤيا في منامه أفزعت، فقد رأى أن نارا قد أقبلت من نحو بيت المقدس فأحرقت دور أهل مصر وجميع القبط ولم تضر أي من بني إسرائيل. فلما استيقظ جمع الكهنة والسحرة وقص عليهم الرؤية وسألهم عن ذلك، فأجمعوا على أنه سيأتي غلام وولد من هؤلاء من بني إسرائيل سيكون هلاك أهل مصر على يديه أو هلاك ملك فرعون على يديه. فقرر فرعون قتل كل أطفال ذكور بني إسرائيل، حتى جعل رجالا
يبحثون عن الحوامل ليعلموا ميقات وضع هؤلاء الحوامل، فلا تلده امرأة من بني إسرائيل ذكرا إلا ذبحوه وقتلوه حين مولده في التو. أما هذا المولود الذي يحترز منه وقد قتل بسببه النفوس ما لا تعد ولا تحصى، فسيرد في دغره وعلى فراشه ويغذى بطعامه وشرابه وينشأ في قصره وبين يديه، وهو الذي يتبناه وينفق عليه، ثم يكون هلاكه بإذن الله على يديه في دنيا وآخرته. وبعد مدة قل عدد بني إسرائيل بسبب قتل أولادهم، وخشي وزراء فرعون أن يموت الكبار أيضا، فمن يخدمهم ومن يستعبدون حينها إن مات كل ذكور بني إسرائيل؟ فجاءوا فرعون وأخبروه بذلك، فقرر فرعون أن يذبحوا عاما وأن يتركوا عاما، وفي السنة التي ترك فيها القتل انولد هارون عليه السلام. أما موسى عليه السلام فقد انولد في عام قتلهم، فضاقت أمه به ذرعا واحترزت من أول ما حملت به، ولم يكن يظهر عليها آثار الحمل، فلما وضعته وأرضعته ألهمها الله عز وجل أن اصنعي صندوقا من خشب وضعي فيه هذا الغلام الصغير، فإن خفت عليه فألقي فيه اليوم أي النهر وتوكلي على الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى سيرده إليك ويجعله نبيا من المرسلين. فإذا بأم موسى عليه السلام تضع هذا الغلام في الصندوق ويجري به الصندوق في الماء بأمر الله عز وجل حتى وصل الصندوق إلى قصر الفرعون، وتوقف أمامه ووجدت جوار الصندوق في النهر، وأخذوه إلى امرأة فرعون وهي آسيا بنت مزاحم رضي الله عنها، فلما فتحت آسيا الصندوق ورأته أحبته حبا شديدا، فلما جاء الفرعون قال ما هذا الغلام؟ وأمر بذبح في التو، فأخذته منه امرأته ودفعته عنه، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، فقال لها فرعون أما لك فنعم وأما لي فلا، لا حاجة لي به. حزنت أم موسى عليه السلام على ابنها وأصابها الهم والغم والحزن، وكادت لتكشف أمره وتسأل عنه جهرا لولا أن الله عز وجل ربط على قلبها وثبتها، فقالت لأخته وهي ابنتها الكبرى قصية أي اتبعي أثر موسى واطلبي لي خبره، فبصرت به عن جنب أي كانت تنظر إليه من بعيد وكأنها لا تعرف. فإن موسى عليه السلام لما استقر بدار فرعون أرادوا أن يرضعوه، فلم يقبل موسى ثديا ولا أخذ طعام، فحاروا في أمره فأرسلوه مع القوابل والنساء إلى السوق لعلهم يجدون من يوافق على رضاعته، فبينما هم وقوف به والناس عكوف عليه إذ بصرت به أخته ولم تظهر أنها تعرفه، بل قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلون لكم وهم له ناصحون، فذهبوا معها إلى منزلهم، فأخذته أمه، فلما أرضعته التقم ثديها ورضع منها ففرحوا بذلك. حبايب القلب استودعناكم الله للجزء الثاني إن شاء الله، لا تنسونا من اللايك والتعليقات، بأمان الله وحفظه ورعايته.